ايه موضوع ال5 جنيه دي اللي انا قلتلك هتكلم فيها في الفيديو اللي جاي؟ هتنتهي، هتخلص، هتروح، ما عادش جاي. شوف ال5 جنيه اللي هتتعمل الجديدة، هنشوفها دلوقتي مع بعض. هتبقى نوعها ايه؟ بلاستيك ولا حديد ولا ايه بالظبط؟ عشان الأغلبية بقى تقول ال5 جنيه نظامها ايه؟ اشمعنى هي اللي ما اتعملتش؟ واشمعنى واشمعنى؟ والكلام ده كتير في التعليقات طبعا. فبفيدكم طبعا، بجيب لكم كل جديد. فاللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك دلوقتي، يشرفني ان هو اشترك معايا في قناتي عشان يوصله كل جديد ويعرف كل حاجه عن العملات وعن احجار الكريمه وعن كل شيء وعن الربح من الانترنت. لان هعمل 5 جنيه دي زي ما انت سلام. شايف اللي قدامك ده اللي ظهرت دلوقتي، 5 جنيه ديت الحديد دي اللي هتبقى موجوده يا جماعه، اللي هي 5 جنيه حديد وممكن يعملوها 5 جنيه اللي هي زي الجنيه اللي هي من مادتين، تمام؟ ولكن هي ممكن تكون ماده واحده زي اللي انتم شايفينها دي هي اللي هتتعمل تتاثر جديد 5 جنيه بدل 5 جنيه الورق، تمام؟ ان اللي هو ده يرجعون طبعا في كل الورق. المرحلة اللي جاية كلها دي مرحلة بلاستيك، مرحلة حديد. طبعا الجنيه التذكاري هو اللي هيتعمل، وهيتعمل بالمناسبة جنيه ونص مع على بعضه، يعني جنيه ونص مجمد، تمام، حديد برضه. والعملات التذكارية مش هتتمنع، لأن العملات التذكارية دي جنيه أو خمسات أو كلام من ده هتتعمل تذكارية فقط. إنما ال5 جنيه يا جماعة تعين بقى يا عم واحدة من دي، مش هنقول بقى إيه، واحدة من دي، تمام، دي أو دي أو دي اللي هي الجديدة اللي معاني، أو دي برضه نفس الشيء اللي هي الجديدة اللي معاني اللي ما فيش فيها العلامتين دول، دول فوق من العلامتين، والتانية اللي هي الشمس والكلام من ده، يا عم عين من كل واحدة واحدة، عين اتنين تلاتة، دول ال5 جنيه اللي هتطلع منك ما عادش راجع تاني بيتك تاني، ما عادش راجع ليه؟ لأنها هتتلام، التجار هيلموها، كل هيلميها، هتروح البنك ما عادش طالع تاني، ليه؟ لأن الحديد هتطلع خلاص، انتهى عهد الورق خالص في العملات، فدي هتبقى عزيزة جدا. شوف العملات دي لها قيمة ازاي، الورق والله لها قيمة عن الحديد وعن البلاستيك طبعا، انتوا عارفين كل دي، وقيمتها زايد. دي لما تطلعها قدام واحد وتقول له شوف كانت عاملة ازاي، هيقول لك ما تجيبها يا اخي. تقول له اجيب ايه يا عم، معاش الا اتنين، والله العظيم هاخد منك واحده هتخسر 500 جنيه. وزي ما بقول لك كده، وصدقت ما صدقتش انت حر، تمام. فانت العملات ده اهي حافظ عليها على قد ما تقدر. الورق، الورق اللي هي الخمسات حافظ عليها ازاي يعني؟ حافظ عليها انت الوحيد اللي هتبقى عين، عين اتنين تلاته من دي وعين اتنين تلاته من دي، ايه المشكله؟ انت عارفين ايه يعني منهم؟ ده 50 جنيه، مش محصلين حاجه، مش هيتعبوا في حاجه، لا بياكلوا ولا يشربوا، تمام. هنحتاجهم فيما بعد، هنحتاجهم فيما بعد. عشان تصدقوا بس بقول لكم على حاجه، العملات البلاستيك هتنزل، كله هينزل، والعملات هتتشال، الورق وهيجي مكان عملات تانيه، تبقوا تصدقهم. ادي العملات كلها بتتشال بالتدريج واحده واحده اهي، عشان اقول لكم يا جماعه اصبرهم، الفلوس ده هتجيب فلوس، الفلوس ده هتجيب فلوس، الفلوس ده هتجيب فلوس. وفعلا جه اليوم اهي اللي كل الفلوس ورق هتجيب فلوس، تبقى اكيد اكيد ما جاش الوقت هجيب بعد سنه بعد اتنين. اصبر اصبر اصبر، هفضل اقول اصبر، هتجيب فلوس حلوه جدا جدا. الانسان العادي هياخدها، مش الهاوي كمان ولا اللي بيلم عملها، لا العادي خالص هيقول لك والله شكلها حلو، ما تجيب انزل خالص، هتبقى حديد، تمام. وال 20 جنيه نزل منها خلاص، وهتبتدي شهر ولا اتنين ويتعمل منها ايه؟ ال 20 جنيه اللي هي جديده، تمام. فديت دلوقتي اصبح منها متواجد موجوده وبنصرف، ولكن شهر اتنين تلاته بالكتير 5 6 شهور الراجل ما عادش هتلاقيه، هينزل مكانها ايه؟ العمله الحديد، تمام. فانت حافظ على العملات دي اللي هي الورق، الورق معاك اهي، حافظ عليها، عين منها اتنين، عين منها تلاته، هنحتاجه فيما بعد زي ما بقول لك. زي ما انت شايف قدامك اهي العملات اهي اللي هي الحديد دي اللي ظهر، هي دي. بعدين اقعد بقى في عملات الورق كلها، وده شيء اكيد يعني، والعالم كله اصلا بدا يتعامل بالعملات دي، فانت اشمعنى احنا اللي مش هنتعامل؟ فكله بيتعامل كده. زي مثلا ما راحت برضه على الشيرين، ما عادش اهو الشيرين، فاكرين انتوا طبعا ايه ال10 اسهم برضه راحت، تمام. فالعملات دي خلاص ما عادش منها، تمام، انقرضت طبعا. برضه هيجي يوم من الايام ودول برضه هينقرضوا، اللي هم الخمسات والعشرات وكده، الورق بالذات، الورق بالذات هينقرض، لانه خلاص حل محاله، محله ايه؟ اللي هو العملات اللي هي البلاستيك والعملات الحديد والعملات دي والعملات، كل العملات اللي احنا بنقول عليها دي، تمام. ما اسم الزوجة الثانية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام، بعد السيدة خديجة؟ هل حفصة بنت عامر، أم سودة بنت زمعة، أم ميمونة؟ أرجو الإجابة والتدقيق في الإجابة الصحيحة، وهذا ما فيش أسهل منه، اختياري هو الأسئلة، تمام. صلوا على رسول الله واذكروا الله كتير وسبحوه بكرة وأصيلا. احنا في شهر كريم، وربنا يعينه الكل يا رب، وصوما مقبولا وافطارا شهيا، وكل الخير يعوم عليكم يا رب.